حكينا بالفيديو السابق عن كيف اني قود الدراجة انا وقاعدة مع مقاومة طبعا مثل ما ذكرت بالفيديو الاول من هالسلسلة ابدا ما بنتقل من الجلوس للوقوف الا بزيادة المقاومة بنتقل للوضعية الحالية اللي هي standing climb standing كلايم هون لازم نزيد مقاومة عالية صعب اني ساوية انا وجالسة بعد ما زدنا المقاومة بوقف وبمسك رقم ثلاثة مثل مظاهر قدامي على المقود رح حس هون بوضوح شديد انه الورك صار يشتغل بفعالية. لازم ما تكون حركتي بشكل متقطع لازم تكون انسيابية، ولازم رجلي تكون حركتهم بشكل متواصل دون تقطيع. ايقاعنا هون رح يكون من ستين لتمانين ار بي ام. كمان وطالما انا على وضعية إنه الرجولة عم تتحرك بشكل صعب ضروري أني أذكر المشترك معي ما يميل بصدره على المقود أو ما يشد أعصابه ولازم يرخي الأكتاف